صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: كلام إيجابي بنرحب فيه. حزب التقدم الاشتراكي أساسا لم يسعى يوما إلى إثارة السجال وإثارة الخلاف السياسي. سحب فتيل سجال التقدم التيار وتأكيد على حصره بالإطار السياسي. هذه كذبة فنية. اعتصام كهربائي لحركة أمل أمام الزهراني ومطالبة بزيادة ساعات التغذية. اتساع التظاهرات في إيران وقوات الأمن تحاول قمع المنتفضين وتعتقل عددا منهم. أهلا بكم. يواصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري العمل على تذليل العقبات أمام التشكيل وسط دعوات إلى احترام نتائج الانتخابات النيابية والأحجام التي أفرزتها. في وقت لا يزال الملف الحكومي يراوح مكانه على وقع اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري، تقاطعت معظم الدعوات من مختلف الأطراف السياسية عند ضرورة احترام نتائج الانتخابات النيابية، وهو ما جاء على لسان نائب حزب الله حسين الحاج حسن. لأنه في نفخ الأحجام هنا أو نفخ الأحجام هناك، هذا لا يساعد على الإسراع في تشكيل الحكومة. ما يساعد هو النظر الموضوعي أو النظرة الموضوعية لنتائج الانتخابات. وفي وقت قطع الرئيس الحريري الطريق على إمكانية تشكيل حكومة أكثرية، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية فادي سعد أن طرح حكومة أكثرية هو تغاض عن نتائج الانتخابات، لافتا إلى أن فريق الثامن من آذار أحوج ما يكون إلى حكومة قريبا. بالعناوين الكل بيطرحوا ذات العناوين، بس عطول بينطرح هيك حق يراد به باطل. في عنا مشكلة معايير بلبنان، بس المعيار الأساسي هو تشكيل حكومة تتناسب مع نتائج الانتخابات، وهذا اللي لازم يصير مع احترام كل الأحجام واحترام تمثيل الشعب. وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر من جهته أعرب عن أمله في تشكيل الحكومة قريبا. في بعض العقبات، في بعض إذا صح التعبير نقول العراقيل معينة، عم في محاولات لتدليلها وللتوصل إلى حكومة وحدة وطنية بتمثل أو بتمثل فيها الجميع. وسط هذه الأجواء يعمل الرئيس المكلف من دون كلل على تذليل العقبات، واضعا أمامه الدستور وأهمية الوفاق الوطني كمظلة للبنان واللبنانيين. العلاقة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي تشهد هدوءا بعد موجة من السجالات، وسط تأكيد الطرفين رفض أي خطاب مذهبي أو طائفي. ذكرى المصالحة في الجبل أرادها زعيم المختار مناسبة لإطلاق هدنة على خط السجال بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، سجال يهدأ حينا ويشتعل أحيانا وغالبا ما يتحول إلى خطاب مذهبي لبنان بغنى عنه، خصوصا في ظل مفاوضات التأليف الحكومي. حزب التقدم الاشتراكي أساسا لم يسعى يوما إلى إثارة السجال وإثارة الخلاف السياسي لا مع التيار الوطني الحر ولا مع أي من القوى السياسية الأخرى. كل ما في الأمر أن الحزب يملك حرية التعبير عن رأي السياسي، هو يقدم رأيه في الملفات الوطنية وطريقة إدارتها ويقدم ملاحظاته ضمن إطار ما يكفله حرية الدستور والنظام الديمقراطي في لبنان، وهذا طبعا لا يفترض أن يؤثر ولا علاقة له أساسا بقضية المصالحة التي بذل في سبيلها الغالي والنفيس لكي نطوي صفحة الحرب الماضية ولكي ننطلق سويا كلبنانيين في العيش المشترك والعيش الواحد نحو حقبة جديدة من العيش بين اللبنانيين. ولكن للأسف هناك من يثير الخطاب الغرائزي وخطاب الكراهية والحقد، ونحن ندعو لعدم السماح بهذا النوع من الكلام حفاظا على هذه المصالحة وصونا لها. بالنسبة للتيار الوطني الحر، المشكلة عندما تتحول السجالات السياسية إلى اشتباكات غرائزية وطائفية خطرة. أي كلام إيجابي بنرحب فيه. نحن يعني مش نحن عم نفتح سجالات عمليا، نحن عم ناكل خبيط وعم نعمل ردة فعل إذا بدك. هلا ردة فعل سياسية أوكي مقبولة،
وقتها بيصير في ردة فعل خارج إطار السياسة ترجع تنبش الأمور وغيره، نحن عم نرفضها. يعني ولو طلعت من جهة من ناس من عنا عم نرفضها، ونتمنى كمان تنرفض من جهة تانية، لأنه عم نسمع كمان كلام كتير كبير يمكن ما عم ياخد ضجة إعلامية قد اللي طلع عن أحد مسؤولي التيار، بس عمليا كمان عم يطلع كلام كتير يعني كتير كتير قاسي وكتير كلام فتنة عم بيطلع كمان عن جمهور الآخرين، وهذا هن لازم ينتبهوا له ويلتفتوا له. من الواضح إذن أن المصالحة خط أحمر، والأمل في أن ينعكس وقف إطلاق المواقف الساخنة إيجابا على عملية تأليف الحكومة. غرد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عبر تويتر قائلا: مصالحة الجبل هي أعمق من بعض الترهات. تحية إلى أهل الجبل دروزا ومسيحيين، وتحية إلى كل الشهداء الأبرار، وكل التحية والعرفان للبطريرك الكبير نصر الله صفير. لا يزال ملف باخرة الكهرباء يتفاعل، وجديده وقفة احتجاجية نظمتها حركة أمل أمام معمل الكهرباء في الزهراني. وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أكد أن ما يشاع عن تغذية الجنوب بالكهرباء 24 ساعة هو كذبة فنية، مطالبا بزيادة ساعات التغذية 5 ساعات يوميا في مناطق الجنوب. هذه هي باخرة الكهرباء التركية التي فجرت جدلا واسعا بعد قرار نقلها من الجي إلى معمل الزوق. الصرخة الأكبر جاءت من بعض أبناء الجنوب، خصوصا وأن الباخرة كان من المقرر أن تربط بشبكة الزهراني لولا رفض بعض القوى السياسية هذا القرار. حركة أمل التي ألقيت على كاهلها مسؤولية ما حصل بررت موقفها في وقفة احتجاجية أمام معمل الزهراني. دفعنا أكثر من 7 مليار دولار أمريكي من أجل تأمين الكهرباء بواسطة البواخر خلال السنوات الخمس الماضية، وبما يعادل إمكانية بناء معامل بتأمن الكهرباء لكل لبنان بطاقة أكثر من 6000 أو 7000 ميجا وات بغطوا احتياجات لبنان حتى 2030 و2040 ربما. وأكد خليل أن ما يشاع عن تغذية الجنوب بكهرباء 24/24 كذبة فنية. هذه كذبة فنية، كان المطلوب ربما أن تزيد ساعات التغذية بين ساعة ونص وساعتين فقط لمنطقة الجنوب. لن نسمح أن الكهرباء تتحول أيضا فوق رؤوسنا من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى دون أن يأخذ الجنوب على الأقل حقه العادل في تأمين التغذية الكهربائية. وطالب خليل بزيادة تغذية مناطق الجنوب 5 ساعات. بدورهم طالب عدد من المعتصمين بأن يكون هناك حل مستدام لأزمة الكهرباء في الجنوب. حيزيد عنا مرضى سرطان، عنا 400 حالة سرطان بصفوا 700 من، يعني ما فينا نقول ما في محرك بالعالم ما بيعطي تلوث. باخرة يمكن بتولد كهرباء بس بمطرحها هي عم تهدر المال العام. يعني نحن بدل ما نستفيد قدر المستطاع من الأموال الموجودة عم يقع على كاهل المواطن ضرائب جديدة بدون نتيجة حل جذري. نحن أهل الجنوب مع فكرة إنشاء معامل، مش بس معامل، لحتى نغذي الجنوب 24 ونعطي كل المناطق بلبنان. وأكد المتظاهرون أن وجود الباخرة في الجنوب يلوث شاطئها الذي يعتبر المتنفس الأخير لهم. أزمة الكهرباء في لبنان حدث ولا حرج، وهي باخرة الكهرباء التركية تشعل صرخة المواطنين في الجنوب الذين يطالبون بحل جذري لمسألة الكهرباء التي حرموا منها بالرغم من أنهم وعدوا بها في السابق 24/24. أيسر نور الدين، تلفزيون مستقبل. أكدت قيادة الجيش في بيان لها إقدام الفلسطينيين عبد الله أحمد كريم المتواجد داخل مخيم عين الحلوي وطارق إبراهيم السعدي وحسن محمود فندي المتواجدان داخل مخيم الرشيدية والمطلوبون بمذكرات عدة، أقدموا على تسليم أنفسهم إلى مديرية المخابرات، وقد بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص. وتتابعون في هذه النشرة بعد الفاصل: تيمور جنبلاط وبوغدانوف استمرار التنسيق والتشاور. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة.
أجرى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في موسكو يرافقه النائب وائل أبو فعور محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، وتخلل الاجتماع تأكيد على عمق العلاقات والصداقة التاريخية بين الحزب التقدمي الاشتراكي والدولة الروسية، وكان تشديد على استمرار التنسيق والتشاور حول مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة. ولاحقا وصف جنبلاط عبر تويتر اللقاء بالإيجابي والضروري. في بعقلين، تكريم الحاج جميل بيرم برعاية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تمنى أن تكون مرحلة الاغتيالات قد انتهت. كرم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الحاج جميل بيرم في احتفال أقيم في باحة المكتبة الوطنية في بعقلين بحضور شخصيات سياسية وحزبية وعسكرية ودينية. جنبلاط أشار إلى أن الحاج جميل بيرم هو من الرجال الأوفياء، متمنيا أن تكون مرحلة الاغتيالات عام 2005 قد انتهت. هي رحلة العمر، رحلة الحياة تشارف على خواتمها، وكم كانت مليئة بالأحداث المفرحة، الأحداث التاريخية من شخصية ومن سياسية، مليئة أيضا كم كانت مرطخة بالدم عن قصد أو غير قصد في زمن أتون الحرب أو الحروب التي ابتدأت من عام 1975 إلى عام 1990 دون انقطاع، ثم عادت بالاغتيالات في 2004-2005 وإلى أن انتهت. نتمنى أن تكون انتهت. كما كانت كلمات تحدثت عن مزايا الحاج جميل بيرم وإنجازاته. موفدا من الرئيس سعد الحريري، تفقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح الأعمال على الأوتوستراد العربي بقاعا. إن أعمال الأوتوستراد العربي مطابقة للمواصفات، هذا ما أكد عليه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح الذي جال موفدا من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري متفقدا الأعمال الجارية في القسم الممتد من المصنع عند الحدود اللبنانية السورية وصولا إلى بلدة تعنايل. ورافق الجراح في جولته البقاعية كل من النائبين عاصم عراجي ومحمد القرعاوي بحضور المشرفين على المشروع وعدد من فعاليات البقاع والأهل. هذا الاستراد اللي هو حلم كل البقاعيين انه نقدر نتواصل او نصل الى المدينة بطريق امن وبوقت سريع. جزء الاهم منه اللي بيربط المصنع بمنطقة الدهر البيدر سوفر عم بيتنفذ، حتى يستكمل الجزء الاول منه، والجزء الثاني قيد العمل، وخصص مبالغ كبيرة لاستكمال الاستراد بمؤتمر سيدر واحد بشكل انه يوصل الى الحزمية كحالة حدث حزمي بإذن الله بمرحلة الجاية، حتى نقدر نقول صار في تواصل حقيقي بين البقاع وبين العاصمة بيروت. وتفقد الجراح أعمال التنظيف في مجرى نهر الليطاني المتقاطعة مع الأوتوستراد العربي ومنطقتي أزهر البقاع والمصنع، حيث استمع الجراح والوفد المرافق لبعض مطالب الأهالي التي تتعلق بالاستملاكات والنفق المطلوب تنفيذه عند مدخل مفرق راشية. في خطوة غير مسبوقة في لبنان، قرار يقضي بمعالجة ظاهرة الكلاب الشردة في طرابلس بقوانين ومعايير أوروبية. تقرير غسان فران. بعد انتشار هذه الظاهرة اللا إنسانية من تعذيب وقتل لهذه الكلاب، وفي خطوة غير مسبوقة في لبنان، أصدر محافظ الشمال رمزي نهرة قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة في طرابلس بالطرق القانونية والطبية المعتمدة أوروبيا، بالتعاون مع بلدية طرابلس وجمعية الرفق بالحيوان. في قسم من الكلاب الشاردة اللي هي بتعاني من أمراض معينة أو عندها نوع من الشراسة تجاه الآخرين أو تجاه حتى الكلاب الموجودة بالشارع، راح يتم إعدامها
بطريقة الموت الرحيم، يعني بنسميه بطريقة طبية طبعا عبر إبر تحقن بالكلب ويتخلص منه بدون أضرار بيئية أو بدون ما يتعذب الحيوان. أما الكلاب الأليفة والمسالمة فسيتم التعاطي معها على هذا النحو. الصنف الثاني من الكلاب يلي هي الكلاب يلي ما بتشكل أذية لا بالتعض ولا عندها أمراض أو معدية أو غير معدية، رح تتاخد هذه الكلاب رحين ينعمل يتلاقى شقفة أرض صغيرة للبلدية، تتاخد الكلاب على هالأرض هذه بتقعد فترة معينة من الزمن، بتم خصية بطريقة كمان طبية عبر أطباء من جيون. هلأ في كلفة معينة طبعا بتتحملها البلدية بهالموضوع، بتم خصي هذه الكلاب، بتم تلقيحها باللقاحات اللازمة، بينحط لها شيب إلكترونيك مثل كل الدول الأوروبية تضلك تقدر تلحقه لهذا الكلب، وهي الخطة ضرورية يعني تتعمى مع كل لبنان. إذن ومع تطبيق هذا القرار أصبح للكلاب في طرابلس قانون ومعايير أوروبية متحضرة تحميها، على أمل أن تحمي القوانين المرعية الإجراء الإنسان من المخالفات في مجال الصحة والبيئة. وتتابعونا في الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل. السعودية تستأنف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. أقدم محتجون غاضبون على إضرام النار في الحوزة العلمية في إيران، وذلك خلال مظاهرات في مدينة كرج جنوب غرب العاصمة طهران، حيث استمرت الاحتجاجات المناهضة للنظام في مختلف أنحاء البلاد. في تطور لافت خلال التظاهرات الإيرانية، هاجم متظاهرون حوزة دينية في منطقة كرج القريبة من طهران، وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس أن قوات الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين واعتقلت بعضهم. وكانت رقعة الاحتجاجات في إيران قد اتسعت لتصل إلى العاصمة طهران وسط استياء عارم من تردي الوضع الاقتصادي في بلاد، لكن النظام الملالي التابع لذات النهج الذي اعتمده في مرات سابقة بتعامله مع المتظاهرين، إذ لجأ إلى اعتقال عدد من المحتجين فضلا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق الغاضبين. وتعالت شعارات الموت للديكتاتور وأيها الإيراني ارفع صوتك للمطالبة بالحق، حيث قامت الشرطة وقوات الأمن بتفريق المتظاهرين الذين هتفوا ضدهم بشعار أنتم عديمو الشرف. وتحاول طهران الالتفاف على غضب الشارع الإيراني، إذ تصور الاحتجاجات الشعبية على أنها مؤامرات خارجية تهدف إلى النيل منها من دون أن تنكب على صلب الأزمة وتجد حلا لها. من ناحيتها ثمنت رئيسة المعارضة الإيرانية المقيمة في المنفى مريم رجوي الاحتجاجات الإيرانيين ضد إجرام الحرس الثوري. يأتي ذلك بينما يترقب الإيرانيون موعد عودة العقوبات الأمريكية الاثنين، إذ تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار الذي أضعفه أساسا الفساد وسوء الإدارة. في سوريا أعلن الليلة الماضية عن اغتيال عزيز أسبر مدير مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف الواقع جنوب غرب محافظة حماة، وأكدت وسائل إعلامية تابعة أو قريبة من نظام الأسد مقتل أسبر بتفجير سيارته بعبوة ناسفة أدت إلى مصرعه ومصرع سائقها المدعو لؤي داود. ويعتبر أسبر من الشخصيات المحاطة بحياة سرية نظرا للمهام الموكلة إليه من قبل بشار الأسد، خاصة في مجال تطوير صناعة الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، ويعتبر كاتم أسرار صاروخ فاتح الإيرانية. دفعت قوات النظام السوري بتعزيزات عسكرية لخطوط الجبهة مع مسلحي تنظيم داعش شرقية سويداء. من جانب آخر، قصفت قوات النظام السوري مجددا مناطق واقعة تحت سيطرة الجيش الحر ومجموعات أخرى بريف حماة الشمالية.
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جارته كولومبيا بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدفه أثناء استعراض عسكري بطائرات من دون طيار تحمل متفجرات. وقال مادورو إن جسما طائرا انفجر أمامه أثناء إلقائه كلمة ووقع انفجار ضخم في تلك اللحظة، واصفا الأمر بأنه محاولة لاغتياله. وأضاف مادورو إن كل شيء يشير إلى مؤامرة يمنية وأن التحقيقات المبدئية تشير إلى بوغوتا. في جنوب العراق انضم العشرات من شيوخ العشائر إلى التظاهرات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات، وأكدت اللجان التنسيقية في محافظة البصرة أن مماطلة الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة تدفع باتجاه اتساع دائرة التظاهرات والاعتصامات في عموم المحافظات العراقية، مشيرة إلى أن محاولات الحكومة كسب شيوخ العشائر واجهت الفشل، وعلى الحكومة تنفيذ المطالب بأسرع وقت ممكن. طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في بلاده. وقال أردوغان في خطاب ألقاه بأنقرة إن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقس الأمريكي برانسون لا تناسب شريكا استراتيجيا وتنم عن عدم احترام لتركيا. ويأتي ذلك ردا على العقوبات الأمريكية على تجميد الأصول المالية والممتلكات لوزيري الداخلية والعدل التركيين والمتهمين بأداء دور رئيسي في توقيف واعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تتهمه أنقرة بممارسة أنشطة إرهابية. في خبر ورد منذ بعض الوقت من اليمن، فقد أفدنا عن تمكن التحالف العربي من قتل العقيد عبد الله الحوثي ابن خالة عبد الملك الحوثي في صعدة. إلى ذلك أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن المملكة قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، وذلك بعد تأمين أمن السفن. بعدما اتخذت قيادة التحالف العربي الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة سفن دول التحالف عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، أعلنت المملكة العربية السعودية استئناف نقل شحنات النفط عبر المضيق، وذلك بعد أن أكدت قوات التحالف تأمينها أمن السفن. وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أكد أن التحالف اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف، والتي من شأنها ضمان استمرار امداد العالم بالطاقة وفق اعلى المعايير والاحتياطات الامنية، مشددا على ان امن مضيق باب المندب وجنوب البحر الاحمر مصلحة دولية مشتركة، ويجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته تجاهها. ولفتح جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي، ارسلت السعودية عبر سفيرها لدى الامم المتحدة عبد الله المعلمي رسالة الى مجلس الأمن تعرض فيها أدلة على تورط ميليشيات الحوثي في استهداف مستشفى الحديدة ومواقع مدنية أخرى بقذائف الهون، مطالبة إياه باتخاذ إجراءات فورية ضد الميليشيات لنزع ترسانتها من الأسلحة وتطبيق القرارات ذات الصلة. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. كلام إيجابي بنرحب فيه. حزب التقدم الاشتراكي أساسا لم يسعى يوما إلى إثارة السجال وإثارة الخلاف السياسي. سحب فتيل لسجال التقدم التيار وتأكيد على حصره بالإطار السياسي. هذه كذبة فنية. اعتصام كهربائي لحركة أمل أمام الزهراني ومطالبة بزيادة ساعات التغذية. اتساع المظاهرات في إيران وقوات الأمن تحاول قمع المنتفضين وتعتقل عددا منهم. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، إلى اللقاء. صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع.